وهذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أن بعض الطوائف يكسرون اليد اليسرى للميت عند تغسيله قبل دفنه، يريدون بذلك أن يأخذ كتابه يوم القيامة بيمينه؟ نعم، هذا مشهور عن بعضهم أنهم يقطعون يد الميت اليسرى، يقولون علشان ما يوجد له يد شمال يعطى إياه يوم القيامة فيعطى باليمنى، لا يظنون أن الله يبعث الميت كاملا بأعضائه يوم القيامة. نعم.